ما اقتنعوا فيك بانه انت جنس ايه ادوارك، ولا انت كنت مقنع زياده عن اللزوم، ولا يمكن ربطوا التمثيل بشيء ثاني، بمسرحيه، بمكان معين؟ لا ماكو، انا يعني اول مسرحيه لي لهذا ان اول مسرحيه لي جنس ثالث هني قالوا هذا ما شفناه من قبل، من هو هذا؟ اول مره يشوفوني على المسرح، من هو هذا؟ اوف جايب جنس صج، اوه جايب جنس صجي، عرفتي؟ فهني لو تلاحظين في اغلب الفنانين سووا جنس ثالث، اغلبهم يعني الفنان طارق علي سوى جنس ثالث، الفنان شاب حاجيه سوى جنس ثالث، صحيح، الفنان حسن البلام سوى جنس ثالث، عبد الناصر درويش تقريبا اغلب ادواره مره، زين؟